السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بخالي. ايه يا خالي عندي اللهم بارك. واخوتي فهو ذبح هو صلخ هو كلش. الله الله اللهم بارك. اسقى شباب يا خالي. الله الله اللهم بارك. الله 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 يعطيك الخير يا خالي. حسن شي كلمة بحق خالي الله يحفظك. تكلم اصاحبي. جيتيني لا بغيت اجاوبوش. اخوتي رحنا كنسلم مع الناس اهل الفضل. كنطلبوا والله ما كنش طاولنا عليهم. هذا الراجل هذا الشريف ديالنا كيتسمى المقدم ديال الجماعه. الله اكبر. في البوادي عند الناس البريده الداتا اللي بغى يذبح اللي بغى يدير الطبيب كيدير الطبيب اللي بغى يدير الجبانيه كيجمع له البركه اللي عنده شي مشكل اللي عنده شي مشكل كيفكوا باذن الله تعالى كيدخل في الصلح. طلب الله يبارك فيه وطلب في عمره وفي الحضور كاملين. السلام عليكم. هو فرحان والله صافي فرحان وراكم زين اه يعني تصور هذاك المنصور دير عقلك بسم الله وهذيك سامس خمسه صاحبي مالك هذيك صاحبي واو دي بابا خايفه بالي كنا غرق ايه وخالي كتبان تبارك الله بحال السبع والله العظيم اخالي الله وديك السنه تبارك الله عندك ديم صامتنا بحال بنادم كيفاش خصك تكون؟ وخصهم يكونوا بحال عباد الله. اللهم بارك. وخاين المعيزي رجع عندنا من كاستي اخو تحيه للناس في كاستي اخو. ناس ديال غينكول وديال فنيدق وديال المضيق مرحبا. عندنا نايضه اليوم اخوتي نايضه. وخالي خالي. خالي الغزال. وخالي. تبارك الله على خالي. خالي الاخ ديال الام ديالي. اللهم بارك يا ربي يا ربي تبارك فيه يا رب اللهم بارك فيه يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا رب لا اله الا الله كنشوفوا الملامح الوالده الله 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 خليل حبيبه خليل حبيبه خليل حبيبه خليل وانت خديتي اتاي لا انا بلاتي انا ما خرجت خليل حبيبه خليل خليلي تا واحد في هاي وين معايزي؟ الساعة تكلم معايزي ولا؟ اللهم بارك تبارك الله خالي الله يرضي عليك هالمرة بسم الله حسن في خدمة المسلمين شوف شلون تصقاتي سبحان الله الاصدقاء والاخوه اللي كيقيموا خارج البلاد عزيز عليهم هذا اتاي هذا اتاي مغربي هذا اللهم بارك ومالو خالي رجعتي كتقلبوا مالو شاطو خير موجود الحمد لله الله اكبر صحابي عملتي الديفو لا شاطو وخير الحمد لله كل شيء خاد وبقى خير موجود الحمد لله ارى الحلوه ارى الحلوه مال هذاك لا صافي كاينين عندنا السلا ديالنا صافي الله اكبر ولا كنشوفوا جايب سلطان ها نسيت فوق واخا اللي عزيز عليه السبع زول هذيك الساعه السبع ولا بس عندي نقول اشهر السبع يا الله سيدي هكا هكا اتاي خلي شنو المميزات اخي اللي فات اتاي شنو المميزات اللي فيه المميزات كبيره ديالاش الله هاد الشركه هاد الشركه تكرمك بشي هديه لا ما عندي ما ندير بهديتها هو وين دبي كان قبل الهديه في ظهر راسها وانت اللي ما كنتش شي السبع ما كتلقمش كيعجبني كيعجبني السبع هو لا ما كانش ما كتلقم لا والو كيعجبني السبع وكان بلي تا الناس فيه اللي هادي كنقول له السبع ولا باس وعلاش علاش كاين شي سر تما مزيان اتاي مزيان هايدا
Oh,